اهلا وسهلا بحضراتكم متابعي ومشاهدي موقع نجوم الفن وموقع مصر، معكم محمود حسن صحفي الموقع من هنا محافظه سوهاج. خناقه كبيره من امبارح الليل لحد الصبح، وتصريحات وحوارات وتفاصيل كتيره وحكايات هنعرفها دلوقتي مع شقاء المطرب مسلم، المطرب المشهور، مطرب المهرجانات ومؤدي المهرجانات المشهور على السوشيال ميديا. النهارده ومن خلال موقع نجوم الفن هنوضح لكم الحكايه والتفاصيل كامله والحوارات اللي بتحصل والكلام اللي اتقال اللي انا ما اقدرش اقوله ابدا هم اللي هيقولوه. اهلا بيك. يا اهلا بيك. عرفنا بنفسك والحكايه والتفاصيل والروايه من الساعه 1 في الليل، يمكن طلعت على الفضائيات وايه اللي قلتوه والحوارات والخناقه اللي حصلت. امبارح يا فندم الساعه 1 بالليل اتصل بينا برنامج احد المذيعين، اتصلوا بينا حضرتك وسجلنا معاه على التليفون. احكي لي تفاصيل الحكايه والخناقه معاكم مع مسلم، وايه الحكايه والتفاصيل من البدايه؟ والله من البدايه يا فندم هي المشكله ان اخويا يحيى اتصل باخويا بمسلم، يعني تمام، عشان بس يطمن عليه عشان ده اخ وكده وبتاع الكلام دوت. فهو اتكلم اخويا على حكايه المراس، فانا زعلت لما من اخويا انه اتكلم على حكايه المراس. احنا من يوم حضرتك مع ابويا اتوفى، ومن يوم جنازه ابويا واتكلمنا على المراس، وهم قالوا انتوا مالكمش حاجه، احنا سيبنا كل حاجه. احكي لي بقى عن قصه والدك قبل ما تحكي حكايه تفاصيل مسلم، اللي هو البدايه الاولانيه. والدك من اي بلد في سوهاج؟ والد حضرتك منين برضه؟ واحكي لي تفاصيل علاقتك بمسلم ايه؟ ابويا انا من طحطه محافظه سوهاج، وحاليا انا بتكلم من بلد ابويا برضه، يعني انا حاليا في طحطه في بلد ابويا. ايه؟ والدتي من جرجيا يا فندم. تمام. علاقتك بمسلم ايه وايه الحوارات والخناقه اللي حصلت ما بينكم؟ بص يا فندم، انا المسلم انا مربيه على ايدي، تمام؟ يعني طلع معايا واتنشأ معايا وكان يجيني الصعيد وكان يجيني عندي، وحضرتك ليه فيديوهات معايا وصور معايا، تمام؟ هو مصور معايا قبل ما يوصل ويغني والكلام دهوت. فطبعا لما ربنا اداله وخلاص، وطبعا انت زي ما انت عارف حضرتك الفلوس وعمل فلوس لا مؤاخذه، فنسيني ونسى اخوه، نسى العشره اللي كانت بيننا وبين بعض والاخويه والدم. بس انا اللي مجنني يا فندم، اللي مجنني واللي مخليني يعني حاسس في نفسي، لما انا طلعت اتكلم على الاخ، اتكلم على الاخوات، اتكلم على ان اخويا ازاي سابني عشان خاطر ان ربنا كرمه واداله فلوس. فانا بدور على اخوات، فطلعت ناس تهاجمني وبتقول ان انت بتدور على اخوك عشان الفلوس. لا يا فندم، انا ما بدورش اخويا عشان الفلوس، لا، انا عايز اخ، عايز اخوات، عايز اخوات تسال عني، عايز اخوات تدور عليا، عايز اخوات لو تعبت تلاقيها جنبي. مش كل حاجه الدنيا الفلوس، انا ما بدورش على اهلي عشان الفلوس، لا لا والله، بالعكس انا بتمنى لاخويا الراحه اكتر من كده. بس اخويا اللي بتمنى له الراحه يطلع يهاجم فيا ويقول انا مش اخوك، يطلع بتصريح قدام الناس حضرتك، قدام الناس يطلع يقول انتوا ما تشرفوناش. طب ازاي يا فندم؟ طب ليه انا يعني السؤال اللي بساله له، السؤال اللي بوجهه له، ليه يا مسلم انت بتطلع بتنكرنا قدام الناس وتقول احنا مش اخواتك؟ يرضي مين يا فندم؟ يرضي رب العالمين الكلام ده؟ يعني يرضي رب العالمين؟ لو يرضي رب العالمين انا راضي على نفسي انا واخويا. يعني انا ازاي اطلع ان انا اقول ليه يا اخوات وعايز اخوات، وتطلع ناس تهاجمني وبتقول لي لا انت ابتدي زي ما هو ابتدى. طب ماشي، انا ببتدي، انا راضي باللي كتبه لي ربنا، انا راجل غلبان على كد حالي ورزقي يوم بيوم، انا راضي باللي كتبه لي ربنا. انا ما طالعش يا جماعه عشان ادور على مؤاخذه على فلوس، ولا ادور على مؤاخذه عشان خاطر المسلم يصرف عليا، لا، انا بدور على اخويا، بدور على المسلم اخويا. ليه يا جماعه؟ واخويا نكرني، اللي انتوا بتقولوا لي سبوه، هو نكرني. انا قلت خلاص، يمكن هو مش عايز يعرفني، ده حاجه ترجع له، دي حاجه ترجع له يا فندم، ما ترجعليش انا، ترجع له هو حضرتك. بس يطلع قدام الناس يقول لا مش اخواتي. طب ليه يا فندم؟ طب ليه؟ ما هو السؤال مجنني، السؤال مجنني. احنا ظلمنا اول مره، وظلمنا تاني مره، وظلمنا اخر مره، ورضينا بالظلم وسكتنا. يعني احنا لينا بالظبط دلوقتي من بعد ابويا ما توفى، بالظبط يا جماعه، احنا لينا 10 سنين من بعد ابويا ما توفى واحنا ساكتين. ويرجعوا ويقولوا علينا ان دول مش اخواتنا وما شرفناش نكون اخواتنا، ده يرضي مين يا فندم؟ ده يرضي مين؟ والناس مش عايزه تقول الحق، الناس مش جايه مع الحق، الناس لا، لما احنا طلعنا وبنقول احنا عايزين اخوات كله شكك فينا يا فندم وقال لك لا ده دول عايزين مال،
دول عايزين يعرفوه عشان خاطر اللي معاه، دول عايزين يعرفوه عشان خاطر الشهره، دول عايزين يعرفوه عشان يصوروا معاه. ليه يا جماعه كده؟ ليه يا جماعه الناس فاكره ليه ظنها كده؟ لا، انا بدور على اخويا، بدور على اخواتي، بدور على الاخوات اللي اتحرمت منهم، بدور على اخواتي اللي هيدقوا عليا باب ويسالوا عني. يعني يرضي مين؟ يرضي مين يا ناس؟ انا ما بدورش على اخواتي عشان الفلوس يا ناس، والله ما بدور على فلوس، على فلوس يا ناس. انا يعلم رب العالمين ان انا بدور على اخواتي اللي يدقوا عليا بابي يسالوا عني. يعني انا اخواتي كانوا معايا زمان حضرتك، كانوا معايا زمان ده حضرتك، دلوقتي لما ربنا اكرمهم وادالهم يدوسوا عليا وينسوني؟ لا يا عم، جربونا، مش عايز حاجه منكم، والله ما عايز حاجه منكم. انا كل اللي انا عايزه عايز اخوات، عايز اخواتي يدقوا على بابي، اخواتي يدوروا عليا، اخوات لما اموت، لما اموت حضرتك ماشي يجوا يشيلوا فيا. ده اللي انا عايزه، مش عايز فلوس. انا معيش فلوس، انا مش عايز اعرف المسلم عشان الفلوس ولا عشان الشهره، لا بالعكس. انا كنت اتمنى ان المسلم، كنت اتمنى المسلم يبقى انسان عادي بس يعرفني وانا اعرفه، وندور على بعض ونسال على بعض. حضرتك ادينا مش فلوس. يحيى اخ لمسلم من محافظه سوهاج مركز ومدينه جرجه، والدته من مدينه مركز جرجه جنوب محافظه سوهاج، من ام تاني المسلم. يعني هو اب واحد. احكي لي علاقتك بمسلم كانت ايه من البدايه، وايه الحكايات والحوارات اللي حاصله ما بينكم حتى الساعه الواحده صباحا بالليل؟ والله يا فندم احنا يعني الساعه، طبعا هو المسلم يعني ما اقدرش اقول يعني هو اذا كان يعني والدته دي اللي رماها في الشارع، واخد بال حضرتك؟ انا لمؤاخذه من حقه انه ينكرنا احنا، لان احنا يعني هقول لك ايه، هو كانت علاقته حلوه جوه معانا الاول، وكنت انا عايش معاه في اسكندريه، وكان يجي يعيش معايا هنا ويقعد معايا بالفترات هنا في جرجه، واخد بال حضرتك؟ لما ربنا كرمه طبعا ما بقيش يعرف حد، واخد بال حضرتك؟ فامبارح سيادتك انا يعني احد البرامج اتصلت بيا ودخلت في مداخله، واخد بال حضرتك؟ وقلت اللي انا اعرفه عنه يعني، واخد بالك؟ بس فانا يعني احنا والله ما عايزين منه حاجه. الناس اللي طالعه تقول انا طالب منه ثلاجه وطالع شاكك فينا، انا ما طلبتش منه حاجه. انا احد الصحفيين جم واخد بال حضرتك وصور معايا، وقلت طبعا ان انا اخويا، واخد بال حضرتك؟ طلع هو بيقول، بيدعي ان هو بيقول ده ناس مرضى والناس دي مش اخواتي وانا ما اعرفهمش وابويا ما اتجوزش غير امي. طب ليه ما في ورق سيادتك؟ في ورق يعني، الورق ده يعني موجود عند الحكومه. اذا ما كنتش انا اخوك الناس تحاسبني والحكومه تحاسبني، فاحنا عايزين اخ. يعني انا ما بقول لحد انا اخو المسلم، ما حدش بيصدقني، والله ما حد بيصدقني. الناس بتشك فيا تقول لي انت كذاب، انت اخوك المسلم. طب امال انا يعني اقول لي مين اخو المسلم مثلا؟ انت بتقول لي في الكواليس ان في حكايه ثلاجه وحاجات اجهزه منزليه والكلام ده، والله دي حاجات انا كنت سايبها عند ابويا، واخد بالك؟ لما مرات ابويا فضت الشقه اللي هي كانت في ضحطه هنا، فخدت الحاجه دي معاها، واخد بال حضرتك؟ يعني خدت كل حاجه معاها، دي الحاجه بتاعتي، واخد بالك؟ فما تكلمتش فيها لان هم ناس كانوا كويسين وكانوا على زي حالاتنا كده، واخد بالك؟ لما ربنا كرمهم انا بتصل بيهم، واخد بالك؟ ما بيعرفونيش. اتصلت بيه مره رد عليا في التليفون، هات مراتك وعيالك وتعالى لي القاهره. رحت سيادتك اتبهدلت في مصر وقفل لي التليفون وحطني على الحظر، خدت بال حضرتك؟ فليه اللي بتعمل كده؟ قول لي ما تجيش احسن، قول لي يا عم انا مش عايز اعرفك، واخد بالك؟ لكن الناس يعني انا الناس اللي هي بتشكك فيا انا والله ما عايزين منه حاجه، احنا بس عايزين اخويا. احنا انتوا عارفين احنا صعايده، زي ما انتوا قلتوا ان ده صعيدي ومش عارف ايه وبتاع، احنا صعايده وانتوا عارفين ان الصعيدي بيحب العزوه، يعني يحب الاخ. انا لو بيتصل بيا ويقول لي ازيك بالدنيا كلها، انا مش عايز حاجه منه والله غير ان هو يسال عني واسال عنه بس، ودي حاجه ترجع له. بس ان هو يشكك مني ويقول ان مش اخواتي وابويا ما اتجوزش غير امي، دي ما ترضيش في حقي يعني، مش حلو. بعد اذنك انا عندي بس سؤال للناس اللي هي طلعت تشكك فينا، والناس اللي هي الله يسامح كل واحد، الله يسامح كل واحد اتكلم علينا، بس انا عندي سؤال ليكم. اعتبروا لو انتوا ليكم قريب ربنا اكرمه ومثلا اختنى وطلع شكك فيك ان قال ده مش اخويا او ده مش ابن عمي او ده مش ابن خالي، ايه شعورك انت في اللحظه دي؟ معلش، انت اللي طالع تشكك فيا، ايه شعورك في اللحظه دي؟ يا جماعه انا نفسي الناس تقول الحق. انا طالع مش عايز حاجه يا جماعه، انا المسلم مش عايز منه جنيه. يعني انا جاني تعليق يا فندم، بيتقال في التعليق انت عايز المسلم يصرف عليك. لا حضرتك ولا حضرتك، انت غلطان او انت غلطانه. لا، انا بدور على اخويا، بدور على اخويا وبدور على حق كرامتي، حق كرامتي اللي اتداس عليه وطلع يقول ان دول مش اخواتي.
طلع يقول دول مش اخواتي، فانا بدور على حقي، حق كرامتي، بدور على الاخ، انا ما بدورش على فلوس، انا ما بدورش على فلوس يا جماعه. الحمد لله الحال متيسر والحمد لله، ما احنا مش محتاجين حاجه، مش محتاجين اي حاجه من اي حد. احنا كل اللي محتاجينه، محتاج اخويا، محتاج اخويا. عايز اقول له يا ابن ابويا اسمع بس، عايز اقول لك كلمتين. الدنيا يا ابن ابويا مش فلوس، الدنيا مش نفوذ، الدنيا يا ابن ابويا اخوات. انا عايزك، انا عايزك، عايزك تحتويني، احتويك، تسال عني، اسال عنك. مفيش اخ بيبعد عن اخوه ايا كان، ايا كان. سيبك من القصور والعربيات والفلوس والنفوس، وسيبك من فلان جه وفلان راح، لا بالعكس، ده انت اخويا، انت اخويا اللي انا محتاج لك، انت اخويا اللي انا عايزك، انت اخويا اللي انا لما اقول اه يا قلبي، بدل ما اقول اه يا ابن عمي اقول اخويا، بدل ما اقول يا اه يا صاحبي اقول اخويا. انا بدور عليك يا اخويا عشان خاطر انت، عشان خاطر نفسك، عشان خاطر ذاتك، مش عشان خاطر المال، ولا عشان خاطر معاك، ولا عشان خاطر شهرتك، ولا عشان خاطر ان انت بتغني، ولا عشان خاطر ان انا اتصور جنبك، ولا عشان خاطر ان انا امشي اقول اخويا المسلم. لا 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 لا، انا عايز اخويا، عايز اخويا اللي من دمي، اللي من دمي، اللي ربنا وصاني عليه وهو وصى عليه. عايز اخويا اللي ابويا الله يرحمه قبل ما يموت قال انتوا مالكمش غير بعض، انتوا اخوات، انتوا من بعد انا يدكم في يد بعض. يا اخي افتكر لما كنت ازعل معاك وابويا عايش، افتكر دي يا اخي، لما كنت ازعل معاك وابويا عايش وكنت اجري على ابويا، كان يقول اخوك، كان يقول اخوك، اخوك، ما تزعلش اخوك منك. ليه نسيت ده كله؟ ليه يا مسلم؟ ليه يا ابني؟ الدنيا مش فلوس، وانا والله انا واخوك الغلبان ده مش عايزينك عشان الفلوس، احنا عايزينكم، عايزينكم اخوات، عايزين ايدنا في ايد بعض، عايزين نتحدى الدنيا مع بعض. يا مسلم، يا مسلم، انا مش محتاجك عشان اللي معاك. والناس اللي طالعه تشكك وبتقول ان احنا بندور على فلوسك، لا والله، والله لو معاك ملايين، لو معاك ملجرون ما يلزمناش، ما يلزمناش. الله يزيدك كمان وكمان ويديك كمان وكمان. ما فيش اخ، ما فيش اخ بيكره الخير لاخوه، ما فيش اخ في الدنيا بيكره الخير لاخوه، بالعكس. وانت عارف كده ان انا واخوك مش في دم من الكرهانية، وانت عارف ان انا واخوك مش في دم من لا مؤاخذة الحقد، وانت عارف ان انا واخوك طول عمرنا بنتمنى لكم الخير، وانتوا عارفين كده كويس، انتوا عارفين كده كويس، انتوا عارفين كده كويس. احنا طول عمرنا بنتمنى لكم الخير، طول عمرنا عايزينكم تفرحوا تبقوا احسن منينا. احنا عايزين اخوات، عايزين اخوات يا جماعة، عايزين اخوات يا ناس اللي طالعين بتشككوا فينا وبتقول لا ده انتوا بتدوروا على المسلم عشان اللي معاه، انتوا بتدوروا على المسلم عشان شهرته. لا يا جماعة، لا يا جماعة، بالله عليكم قولوا كلمة الحق، بالله عليكم يا جماعة قولوا كلمة الحق، بالله عليكم. واحنا في الاول وفي الاخر لينا ربنا، لينا ربنا. حضرتك عن الحوار اللي حاصل ما بينه وبين والدته، وان هو على حد قول التصريحات اللي طالعة على السوشيال ميديا، وبتقول ان هو رمى امه في العناية المركزة، وقال يعني في حد قول ان انا ماليش دعوه فيه. والله يا فندم انا زي ما انت عارف، زي ما حكيت لك، ان انا يا فندم اخبارنا اتقطعت بيهم تماما. انا الفيديو اللي انا حضرتك شفته بتاع والدته من دون الناس اللي هي اتفرجت عليه، حتى انا اتفاجأت، حتى انا اتصدمت، حتى انا اتفاجأت واتصدمت، اتفاجأت واتصدمت. ليه المسلم بيعمل كده؟ ليه المسلم بيرمي والدته في الشارع؟ ليه المسلم بيعمل كده؟ بس ارجع واقول برضو، اللي زرع زرع هو اللي بيحصد، بعد احترامي ليك، هو اللي زرع زرع هو اللي بيحصد. وهي ياما ياما جستوا علينا، مع ان احنا بنحبوها، والله العظيم بنحبوها، والله العظيم بنحبوها، والله العظيم يا جماعة. احنا ما في في قلبنا انا واخويا كرهانية من تلاهم، ولا في حقد من تلاهم، وعمرنا ما نحقد عليهم ولا عايزين منهم حاجة. دليل على كده بنكلم اخونا محمد الواحد، والدليل ان انا بكلم اخويا محمد. طب ما انا عندي اخويا محمد، هو عارفه المسلم طبعا، اخوه طبعا وعارفه محمد، ده اكتر واحد بيتصل بيه وبيتكلم معايا، اكتر واحد لما جاء طلع المسلم وصرح في لما وقف في بيان وقال دول مش اخواتي، طلع محمد قال ازاي بيقول كده لما بيكلمني انا محمد حضرتك اخويا، بيقول ازاي بيقول كده. قلت له والله يا محمد انا ما اعرفش. محمد حتى استغرب، اتصادم، اتصادم. محمد قال ليه كده؟ بناكلوا ببعض ليه كده؟ بنعملوا ببعض ليه كده؟ قلت له شوف اخوك، شوف اخوك المسلم وقول له انت يا محمد. بس يا فندم. متابعينا الكرام، مستمرين مع حضراتكم في لايف جديد وتغطيه وتفاصيل جديده بسبب الخناقه اللي حاصله ما بين مسلم واخواته.
اخواته اللي في الصعيد، اخواته اللي بيقولوا عمر الدم ما يبقى مية ابدا، احنا هنفضل اخواتي يا مسلم. وهو بيكلمه برضو اخو محمد، اخو مسلم اللي عايش معاه في القاهرة، وبيقول عيب كده، عيب كده، هما ساكن معاهم في الاسكندرية مسلم ومحمد اخوه، وفي تقريبا صلة تواصل ما بين كريم ويحيى الاخوات الاثنين اللي شايفينهم حضراتكم قدامكم، وبيقول عيب كده، احنا اخوات ما ينفعش. ولكن مسلم لرأي اخر. متابعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، كنت معكم من هنا محافظ سوهاج محمود حسن، الى اللقاء.